ولهذا نحن إلى يومنا هذا نحن نقول على الساحة الليبية على سبيل المثال، أو ما نراه الآن مثلا في طرابلس، أو ما نراه مثلا في مصراتة، هناك ينبغي أن نلتزم بمسارات محددة حتى لا يضطر الشباب إلى الانضمام إلى المنحرفين، إلى أصحاب الغلو، إلى التكفيريين من الدواعش الذين يعرف يعني كيدهم ومكرهم. إذا كان هناك قانون، إذا كانت هناك عدالة، إذا كان هناك قضاء، إذا كان هناك تحقيقات نزيهة، نحن طبعا بطبيعة الحال من ثبت عليه أنه ينتمي إلى هذا الفكر، أو أنه شارك في عملية إجرامية من قتل أو تفجير أو يعني اعتداء بغير وجه حق على أي يعني مواطن، هذا ينبغي أن يخضع للقانون ولوسائل القانونية، من حالة القبض والاستدعاء إلى حالة يعني الاتهام، إلى خضوعه أمام محكمة فيها نزاهة وفيها عدل. لذلك أتمنى فعلا ألا تتكرر تجربة العراق في أتمنى ألا تتكرر تجربة العراق عندنا في بمعنى نحن الحمد لله وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا، ضرب التنظيم بفضل الله تبارك وتعالى في أقوى منطقة له وهي درنة، ثم بفضل الله تبارك وتعالى ضرب في 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 سرت بشكل كبير، ثم بعد ذلك لم يصبح له أثر. نحن لا نريد لهذا التنظيم أن يستثمر صغار السن، أن يستثمر الشباب الذين يشعرون بأنهم لا مفر لهم، إما أن يكونوا هنا في حالة مظلومية أو يكونوا مع المعتدين من الدواعش ومن الغلاة. ولذلك أتمنى للحكماء، للعقلاء، لرجال القانون، لرجال القضاء أن يتحملوا المسؤولية الكاملة على حالات التي نسمع عنها، سواء حالات القبض، سواء حالات يعني الاتهام، أن تكون هذه كلها خاضعة للمسار القانوني الصحيح. نعم. هذا أنا قديما يعني هذا كان سبب أصل رفضنا للتدخل الذي قام به حفتر وأتباعه في هذه القضية. نعم. كانت هناك دعوات واضحة أن ينبغي أن يكون الناس في تحت المعيار القانوني، ينبغي أن يكون الناس تحت المعيار القضائي. من ثبت انتماؤه لهذا الفكر، من ثبت انتماؤه لتصرفات فيها اعتداء على يعني على المواطن الليبي، سواء اعتداء على ماله او اعتداء على دمه او على عرضه، ينبغي ان يكون القضاء هو المسلك الوحيد بشكل صحيح، حتى لا نسمح لا سمح الله بشباب متهور يظن انه سيفر من هذه التصرفات التي نسمع هنا وهناك الى براثين المجموعات المتطرفه من الدواعش وغيره. طيب. آمين.